ثماني سنوات امتدت الولاية، مددوا مرتين والثالثة على الطريق، اجتماعات ولجان وجلسات تشريعية. ثماني سنوات تغير فيها العالم ولبنان لم يتغير. فقد شيدت تركيا أكبر جسور العالم المعلقة، فيما لا يزال نفق المطار صامداً بزحمته اليومية. ثماني سنوات والزحمة في لبنان إلى تصاعد. وضع العجل زبالة والبلد زبالة. في السنوات الثماني افتتحت باكستان ثالث محطة نووية لإنتاج الطاقة، فيما لا يزال لبنان يستأجر الكهرباء عبر بواخر أجنبية ويتطلع إلى مزيد منها بدلاً من إنشاء معامل لإنتاج الطاقة. في السنوات الثماني وصلت السويد إلى مرحلة تستورد فيها النفايات، فيما يختنق لبنان برائحتها، ومكبال كوستا برافا وبرج حمود خير مثال. لن نسمح ببقاء هذا المكب بيننا. في السنوات الثماني افتتحت الإمارات برنامجاً فضائياً وأطلقت أول قمر صناعي نانومتري إلى الفضاء. أما في لبنان فحتى جحش الدولة لم يعد يعمل. في السنوات الثماني انتخب الرئيس الأمريكي باراك أوباما لولاية ثانية، ووصل دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وانتخب بابا وان، وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما لا يزال نواب البرلمان نفسه يبحثون عن قانون انتخابي كل على مقاسه. وأما التمديد للمرة الثالثة. نعيم برجاوي، قناة الجديد.